السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الكرام، معكم أخوكم عيسى من قناة إيساند أدفنتشرز. اليوم عندنا استعراض للإعدادات الخاصة بجهاز ماين لاب إكستيرا فوياجر، وراح نشوف السيتنج الإعدادات الخاصة بهذا الجهاز، هل هي إعدادات معقدة أم سهلة وبسيطة؟ خلونا نشوف وياكم هذه الإعدادات. طبعا الزر هذا من اليسار زر تشغيل الجهاز، شغلنا الجهاز وعندك الزر اللي في هذه الناحية تقدر تستخدمه استخدامين، تقوم برفع مستوى الصوت وكذلك بتشغيل الإضاءة الخاصة بالشاشة. مثل ما انتم شايفين وياي صارت الشاشة مضاءة حاليا، راح نستعرض وياكم الإعدادات. السيتنج كلها موجودة في هذا الزر اللي بالأسفل، تقدر تختار نمط البحث اللي انت تريد تشتغل عليه. هذه الأنماط كلها، النمط الأولي اللي هو في الحذوة، يعني راح تشتغل على جميع المعادن عند استخدامك لجهاز ماي لاب إكستيرا فوياجر. شو معنى هالكلام؟ عندنا الأرقام من الواحد للثلاثين، هذه الأرقام الخاصة بمعدن الحديد. تقدر تغير الإعدادات وتقدر تعمل الكاستم الإعدادات الخاصة اللي فيك وتلغي المعادن اللي انت ما تريد ان الجهاز يلتقطها، هذا الإعداد الأولي أو النمط الأولي اللي هو نمط الحذوة. نروح للنمط الثاني، هذا النمط تقدر عن طريقة تلغي المعدن اللي انت تريده أو تضيفه. مثل ما انت شايفين حاليا هذا نمط الحديد، تضغط ضغطة واحدة وراح يطلع معاك اللي هو الحديد، ضغط الضغطة الثانية على الزايد راح يلتقي عندك هذا المعدن. مثل ما انت شايفين رجعته بإشارة السالب وطلع معاي المعدن، أروح للموجب قمت بإلغاء. تتحكم في المعادن اللي انت تريد تبحث عنها، رحنا كذلك للمعادن اللي من بعد رقم اللي هو الثلاثين، من 31 الى 55، ونقدر نعمل بالسالب كذلك ونلغيها. الاجراء جدا سهل، ما عندك اي مشكلة في هذا النمط اللي هو الكستم، تقدر تعزل او تضيف المعادن اللي انت تريدها. نروح للنمط اللي هو اللي بعده، راح يلغي لك يعني اوريدي الاعدادات هذه موجوده في الجهاز، ما في حاجه صعبه، لغى لك هذا الاعداد اللي هو عليه صوره الخاتم، لغى لك الحديد واستعاض عنه بكافه المعادن الاخرى. وعندنا كذلك النمط الاخير اللي هو نمط تعليمي، هذا ما راح تحتاجه، طبعا يساعدك في معرفه نوع المعدن، وبالتالي راح يطلع لك مثلا في أي خانة موجود هذا المعدن. شوف هذه العملة، فقط لأغراض تعليمية يعني يشرح لك، فأنت ما تحتاج هذا النمط، أنت راح تشتغل على الأنماط الثانية. طبعا عندنا الزر هذا في الأعلى اللي هو زر مستوى الحساسية، تقدر ترفع مستوى الحساسية من إشارة الموجب، عندك 5 نسب من الحساسية وتقدر ترجعه إلى النسبة الأولى. كل ما رفعت مستوى الحساسية إلى الأعلى يعني إلى أقصى حد، راح يعطيك الجهاز أقصى عمق يقدر يوصل له. عندنا هني خانة البطارية، هذه تشير لك إلى مستوى البطارية. عندك هذه السماعة تقدر مثل ما قلنا تزيد عليها وتنقص، عندك 3 نسب من اللي هو الصوت الخاص بالسماعة. عندك هذا الزر من المنتصف اللي هو زر البن بوينتر، لما تضغط عليه بهذه الطريقة راح يساعدك في تحديد السنتر الخاص بأي هدف تريد الكشف عنه. الجهاز اخواني الكرام اعداداته جدا بسيطة، ما في أي صعوبة نهائي. مثل ما قلنا هذا زر التشغيل، وعندنا كذلك اللي هو زر رفع الحساسية، لما يضوي عندك يطفي تزيد مستوى الحساسية وتنقصه، وهذا عندنا البن بوينتر، وعندنا كذلك رفع مستوى السماعة، عندنا 3 نسب
تتحكم فيها، وإذا ضغطت ضغطة مطولة على هذا الزر عندك هني تقدر تشغل الإضاءة الخاصة بالشاشة، وهذا الزر اللي في الأسفل هو النمط اللي أنت تريد تبحث فيه. النمط الأولي اللي هو الحذوة تشتغل على جميع المعادن، تريد تلغي معدن الحديد من الإعدادات المثبتة في الجهاز تنزل لهذه اللي هي إشارة الخاتم، راح يلغي لك من رقم 1 إلى 30، راح تشتغل على المعادن اللي ما تحتوي على عنصر الحديد. الجهاز جدا سهل مش معقد، راح أعمل عليه تجربة ميدانية وراح أتكلم عن سلبياته وإيجابياته. حقيقة في سلبيات الجهاز، ولكن دائما أبدا ما راح نتكلم عنها إلا بعد تجربة هذا الجهاز، لجل لما تريد تشتري تكون على ثقة هل هذا الجهاز يصلح إني أنا أشتريه أو لا. المعلومة جدا مهمة أخوان الكرام، لا تشتري أي جهاز بدون ما تكون عندك معلومات كافية ووافية عنه. أنا مستغرب من الشخص اللي قال أن هذا الجهاز يوصل لعمق متر، من وين جبت هذه المعلومة وانت الجهاز ما زال عندك في الكرتونة؟ يعني ما فتحت الجهاز وما اشتغلت عليه؟ هذا الكلام ما نمشي عليه بصراحة، لابد أن نجرب الأجهزة وبعدها راح نعطي رأينا كامل لجل توصل إن شاء الله المعلومة والفائدة للجميع. هذا المحتوى أتمنى أن ينال على رضاكم أخواني الكرام، نلقاكم إن شاء الله في المحتوى القادم عند تجربتنا لجهاز ماي لاب إكستيرا فوياجر.